راح أعلمك بالكتاب. عندنا هنا يقول عندنا كلمات مثل فوتوغرافيك، هاي بيها كم مقطع؟ 4. تشديد صاير على الجي لأن هو أعلى واحد بيهن صوتا. وأنثرولوجي هاي كلمات يجيب لكيها أخاف، يجيب لكيها يقول يريد التجديد مالها وين مش شددة هاي الكلمة. The stress in this word is called secondary stress. ها هذا التجديد الثنائي أو الثانوي، يعني هذا شنو يسموه strong. strong يعني مو الأقوى بس قوي، اللي هي هسه نشوف الأنثروبولوجي. وين الأنثروبولوجي هذا؟ على البي، على البل، على كلمة البل هو strong. strong هاي شلون راح يجيب لك؟ راح يقول لك انثروبولوجي. مثلا هنا عندنا السترونجست اللي اقوى شيء هو بول الاقوى، لكن عندنا هاي علامة السترس الصايرة من جوا، هاي شنو معناتها؟ سكندري. دحقي هاي الخط الافقي، اذا من فوق يعني هذا السترونجست الاقوى، اذا من جوا هذا فقط سكندري. سكندر يعني فقط سترونج. فهاي ان هذا يسموه قوي، لكن هذا بل الاقوى لان هي انثروبولوجي، هي هاي الكلمه انثروبولوجي. بو هاي هي اقوى شي بولوجي، بس انث هي قويه لكن هاي اقوى. بولوجي هي اقوى. فانت هاي الرسم مالها، هاي العلامه شي يسموها secondary prime. هو identify to level. راح نتعرف على مستويين من السترس، primary and secondary. اخاف يجيب لك فراغ، يقول لك شنو هي المستويات مال الليفل to level اللي هي identify تتعرفين على السترس الضغط من خلالها، يعني primary البدائي، secondary الثانوي. It's also and please third level. هناك عندنا مستوى ثالث يسموه الانسترس الغير مضغوط. is regard being absent of any، يكون غائب. recognizable amount prominence، يكون غائب عند الظهور او البروز، يكون البروز ماله شنو؟ absence غائب. عرفتي هاي؟ اخاف يجيب الشاكة صح وخطأ. there are three levels that will use describing. عندنا شلون نوصف شلون تعرفين المقطع ضعيف؟ however worth nothing on stress، المقطع الغير مضغوط راح تلقين ثلاث حروف علة تتميز بها المقاطع. شلون تعرفين هذا ضعيف؟ من خلال contain السيلابل، راح شو اسمه يتضمن الشوا حرف علة ضعيف. الاي حرف علة هو مو ضعيف، بس هو يجي يعني شلون تقولين مو طويل، ودائما يجي يعني لان يسموه كلوز عالي او قريب، ويكون unrounded الشفاه تكون غير مدورة سبرد، فهذا يكون ضعيف. الاي اي ايضا، اليو هاي ايضا ضعيف. هذين الثلاث احرف اربع احرف ضعيفات كليتهن ضعيفات. فمن تشوفين بالكلمة احد هذه الاحرف يعني بالرسم الصوتي مو بالكلمة الأصلية، احتمال بالكلمة الأصلية تلقي آي لكن يلفظ غير شي، يلفظ مثلا إي، الإي قوي يربارج. فبالرسم الصوتي من تشوفين ذني يعني هاي دليل على أنه المقطع أنسترز غير مضغوط. ليش؟ إن إي أو إي تشوفيها شان ضعيفات، لكن من تقولين إي آ ومثلا أو هذن قويات. عندنا شو اسمه السيلابل كونسوننت واللس برومننت، هذان يكونن فاقدات البروز اللي هن ذن الحروف العله فاقدات البروز. عندنا مثلا يسموهن الانسترس سيلابل كونتين سم اذر فوول، فور اكزامبل ذا فيرست سيلابل. شلون راح تعرفين هذا ضعيف من الشوا؟ زين البوت راح تقولين هذا او هذا قوي، لا انت تعتمدين على الرسم الصوتي معلش بالكلمه الاصليه، احتمال هذا ما يلفظ او بالكلمه. شوفي ب ب بوت، ما قال بوتك، ما لفظناها بوتك، احنا لفظناها ب بوت بوتك بوتك.
هنا الب الاي لفظناها كشوا كفتحة، فضناها كفتحة، فهنا الرسم الصوتي شوا. اذا هذا شنو؟ ويك، ضعيف. قلنا الشوا شنو حرف العلة؟ ضعيف الشوا. هاي هسه اذا جبلتش هاي الكلمة ترى هاي راح يجبلتش كلمات. قلت شوفي الامثلة بالكتاب صفحة شقد، صفحة 75، وقال لك لين هاي راح يجيب لك نقطة، وما تدرين ياهم من ذن يجيب لك اياها نقطة، بس انت مو اللي تحفظين الرسم الصوتي، بس افهمي انه وين الضغط يصير، افهميها كفهم، مو تحطين ورقة وقلم تقعدين تحفظين رسمها الصوتي ولا انك مخلصة الوقت عليها، لا افهميها، شوف الضغط وين والضعف وين، ولان هو راح يجيب لك الكلمة، راح يجيب لك كصح وخطأ او اختيارات، فا او بس تحطين سترونج او ويك، انت تحطين كلمة واحدة من عندك، او بس تحطين الريمارك العلامة، يجوز قلت ريمارك علمي اياها، يعني حطين الشدة مالتها. فبوتك هي هاي تنقلب شوار رسمها الصوتي، اذا هي ضعيف، is more prominent، لكن هي مو كل المقاطع ضعيفة. هنا عندنا تجديد على ايتك، بوتك اتك، هنا تجديد عندنا، يمكن is more prominent than the stress level given، لكن هي عندنا الباثك، الباثك ليش عندنا هي يعني شلون تقولين the first syllable of باثك، this could be used a basic for fourth division، راح تكون متكونة من مقطعين، عندنا الثيك هو عالي، عالي من تقولين الصوت يصير عالي، هنا عندنا سترس ضغط، لكن المقطع الفيرست يكون ويك، ليش ضعيف؟ لان عندنا بيشوا، راح تقولين the first syllable، المقطع الاول ويك، ليش؟ لان عندنا ب، ب عندنا الشوا هو علامة او دليل على ان المقطع ضعيف، لان الشوا حرف ويك ضعيف، عندنا الثيك الثي، هو حرف عالي وطويل، اذا هذا دليل على انه تحطين سترس هنا، هو حاط لك سترس خط افقي. هاي من ينطيك كلمة باثتك، باثتك هاي راح تقولي له the second syllable strong، strongest الاقوى، لان هاي من فوق مو من جوا، وراح تقولي له the b، هو هاي صحيح اي الاي حرف قوي، لكن هاي ما تلفظ باثك، ب ب مو با، تلفظ ب فتحة، اذا هاي رسمها الصوتي شوا. قلنا اكو احرف هواية، قال 10 نقاط تحفظوهن، تشوفين شنن الاحرف اللي هي هو الاي قوي، من الحروف القوية، ودائما اذا يجي طويل يكون قوي حيل، قوي مثل كلمة father اقوى سترس، بس شنو من يجي ترسمي صوتي هو ما ينلفظ اي، ينلفظ الشوا، بثت بثت، هاي الاي الشوا هي ضعيف ويك. Could be you.